السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أشهد لأفراد عائلتي. أنا اسمي عبد السلام نور، أنا من تركستان الشرقية في منطقة بوشهر. في عائلتنا 7 أفراد: أبي اسمه نور كانجي، أمي اسمها رقية، أختي اسمها أمانم نور، وأخي اسمه مزفر نور، وأختي اسمها رميسة نور، وأختي الصغيرة اسمها أميرة نور. أنا غادرت من بلادي عام 2013 في نهاية أكتوبر، وجئت إلى تركيا. بعد وصولي في تركيا كان الارتباط، كان الاتصال داوم 2 حتى عام 2016، والآخر الاتصالات والآخر اتصال أنا سمعت أن الصينيون أخذ أبي إلى السجن، وأنا لا أعرف ما هو سبب لماذا أخذهم أبي إلى السجن. وأنا لا أعرف كيف أحوال أمي، كيف أحوال أخي وأختي الصغير، وأنا لا أعرف. وأنا ما سمعت صوتهم حتى 3 سنوات، وأنا ما رأيتهم. وأنا أسأل من حكومة الصينية، أنا لماذا لا أستطيع أن أتصل معهم بالإنترنت؟ الآن نحن نعيش في زمان تكنولوجيا، الإنترنت سهل الارتباط وسهل الاتصالات، لماذا أنا لا أستطيع أن أتصل معهم؟ ما هو المشكلة يعني؟ الصينيون يقولون لا يوجد في تركستان الشرقية أي ظلم، لا يوجد أي كامب في تركستان الشرقية. إذا لا يوجد أي مشكلة، أي ظلم، أي كامب، أين أمي، أين أبي، أين أخي، أين أختي؟ أنا تزوجت في تركيا وعندي عائلة الآن في تركيا، وأمي وأبي ووالدتي هم لا يعرفون أنني تزوجت. وهم لا يعرفون إني لي ولد. هم ما شاهد أولادي، يعني أنا لا أعرف أحوالهم، هم لا يعرفون أحوالي. أنا أريد الحكومة الصينية أن أجيب لأسئلتي: أين أمي، أين أبي، أين أخوتي، أين أخواتي، أين أقربائي؟ السلام عليكم.